اهلا ومرحبا بكم بمناسبه اليوم العالمي لمرضى الصدفيه. احب اعرفكم بدكتوره مروه البدوي، اخصائيه الامراض الجلديه بمستشفى الزهره بدبي. مرض الصدفيه هو مرض منتشر في المجتمعات العالميه، في كل المجتمعات بنسبه لا تتخطى 1 أو 2%، ومع ذلك هؤلاء 1 أو 2% ملايين من الناس يعانون من هذا المرض. هو مرض غير معدي، مرض وراثي، احيانا يكون ظاهر على الاماكن الظاهره من الجسم واحيانا يكون مختفي. هل مرض الصدفيه له علاقه باسباب اخرى غير الاسباب الوراثيه؟ نعم، له اسباب متعلقه بالبيئه، متعلقه بالاغذيه، متعلقه بالتلوث، بتغير الجو من فصل لاخر او من بلد لاخر. هل مرض الصدفيه يصيب اعضاء اخرى في الجسم؟ نعم، هو ليس مرض جلدي فقط، هو ممكن يؤثر على المفاصل ويسبب ما يسمى بالروماتويد او الروماتيزم الصدفي، ويؤثر على حركه جسم الانسان، ممكن يؤثر على الاعضاء الداخليه، على وزن الجسم، على حرق الجسم للمأكولات والاغذيه والسعرات، كما يؤثر على الكوليسترول ويسبب بعض امراض القلب وتصلب الشرايين. هل هناك علاج لمرض الصدفية؟ نعم، ولكن العلاج بيعتمد على درجة المرض. هناك 3 درجات أساسية من المرض: بسيط ومتوسط الشدة وشديد. في الحالات البسيطة عادة لا تؤثر على الجسم بشكل شديد، بتكون مساحات صغيرة من الجسم لا تتخطى 10% من مساحة سطح الجلد. هذه الحالة البسيطة من الصدفية يمكن معالجتها بعلاجات بسيطة مثل الكريمات، الأشعة فوق البنفسجية، أحياناً المريض الذهاب لمنتجعات أو أماكن فيها تعرض لأشعة الشمس الطبيعية، أو كبائن العلاجية لأشعة فوق البنفسجية الموجودة في المستشفيات، وإحنا عندنا وحدة كاملة لعلاج الصدفية بالأشعة فوق البنفسجية. في الحالات المتوسطة من الصدفية والحالات الشديدة يكون العلاج البسيط بالكريمات والأشعة فوق البنفسجية غير مناسب، يحتاج المريض لعلاج أكثر من هذا. استحدثت في السنوات الأخيرة، في 5 أو 7 سنوات الأخيرة، علاجات تتكون من أقراص أو من الحقن تحت الجلد، الحقن البيولوجية، يمكن للمريض أن يحقن نفسه بها أو يستطيع أن يلجأ إلى المستشفى أو التمريض لأخذ هذه الحقن، وهي تكون بشكل دوري متكرر كل 2 أسبوع، كل شهر أو كل 3 شهور الأنواع الحديثة. هل العلاج البيولوجي علاج نهائي ينهي الصدفية تماماً؟ الحقيقة حتى الآن لا يوجد معلومة مؤكدة أنه ينهي المرض، ولكن يمكنه السيطرة على المرض وشدته، ويساعد المريض أن يحظى بحياة جيدة لا تؤثر على عمله ولا حياته اليومية ولا دراسته ولا نشاطه اليومي والإنساني. أتمنى للجميع الصحة والسلامة، وأتمنى لكل مرضى الصدفية حياة سعيدة آمنة، وأتمنى أن نلجأ دائما للعلاج ولمنع المضاعفات وللحصول على أفضل حياة إن شاء الله في المستقبل للجميع.